السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة التفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو ريزومي ديال لاسين الاولى ديال لا بياس دو تياتر اونتيغون دو جون انوي. هاد لاسين هادي اللي فيها لو برولوغ واللي كتبدا من الصفحة 9 حتى للصفحة 13. من بعد ما غنديرو تلخيص تاع هاد المشهد هذا غادي نديرو الكونترول دو ليكتور ديال لاسين الاولى، يعني غنشوفو اشنا هما جميع الاسئلة المتوقعة في حالة تحطت لنا هاد لاسين هادي نهار الامتحان الجهوي او نهار الفرض، علاش لا. المهم جميع الاسئلة اللي قدروا يتحطوا مع لاسين كاملة او جينيرال غادي نديروهم في الاخر تاع لا فيديو. كنتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ولا عجبتكم الطريقة ان كل لاسين ندير لها كونترول ديليكتيو خليوها ليا في لي كومونتير. ونتمنى كل شيء يدعي مع الاب ديالي بالرحمة والمغفرة وجميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركة الله الغيزومي ديال لاسين أ. Le prologue présente les personnages, le cadre spatio-temporel et donne des informations sur les événements qui précèdent. Le prologue li huwa shakhsiya katban faqat marra wahda fouq khashaba w ghatban adna f la scène loula safi. و لاحظوا انني غنكتب لكم السميات دائما بطريقه بلون مختلف باش انكم تبقاو عاقلين عليهم وحاولوا انكم ما تغلطوش في الكتابه ديالهم. قلنا لو برولوغ قدم لنا الشخصيات، جميع الشخصيات اللي غيلعبوا في المسرحيه قدمهم لنا لو برولوغ، سواء شخصيات ثانويه سواء شخصيات رئيسيه. لو كادر سباسيو طومبورال قدم لنا الزمان والمكان، يعني مع بدات المسرحيه كلشي المعلومات عطاهم لنا لو برولوغ. اي دون دي زانفورماسيون سور لي زيفيرمون كي بريسيد، عطانا معلومات وعلى الاحداث اللي وقعات قبل، يعني الاحداث مني كانوا الخوت ديال اونتيغون حيين. شنو هما هاد المعلومات هادو؟ كومو اي بوركوا بولينيس اي ايثيوكل سو سون في لاغير، قال لينا لو برولوغ كيفاش وعلاش هاد بولينيس وايثيوكل نعلنوا الحرب على بعضياتهم. كيف عارفين حنا ان المسرحيه كتبدا وبولينيس وايثيوكل ميتين، يعني ضروري ما غيجي هاد البرولوغ باش يقول لنا كيفاش ماتوا باش نعرفوا الاحداث ديال هاد المسرحيه ديال اونتيغون كيفاش غاديين، حيت كلشي كيدور على هاد الخوت بجوج اللي هما بولينيس و ايثيوكل. يعني جا هاد البرولوغ وقال لنا ان بولينيس و ايثيوكل عنوا الحرب على بعضياتهم، ماتوا في الحرب بجوج، هي فاش ولا الخال ديالهم هو الملك. ديجا وريتكم في لو ميتو دو ديب ان الدريات اونتيغون واسمها ما يقدروش يحكموا، يعني خاص راجل اللي يحكم. وشكون اللي يحكم؟ الخال ديالهم اللي هو كخيون. كخيون لوغ اونكل دو فاغوا مني ولا هاد كخيون ملك. اي اوردون دي فونيغاي غرونديوز ا ايثيوكل، يعني قال لهم غادي تدفنوا ايثيوكل وديروا لي دوك المراسم الملكيه ديال الدفن وكلشي. اي انتيردي بولينيس دو سي بيلتور، ومنع على بولينيس انه يتم الدفن ديالو ولا يديروا ليه التكريم بالدفن، واخا غيدفنوه بلا مراسم بلا حتى شي حاجه. قال لهم ايثيوكل دفنوه وبولينيس ما دفنوش. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ حيت هاد ايثيوكل هو اللي كان ملك هو الاول، واخا ما بغاش يخلي الاخ ديالو من بعد ما سال العام ان الاخ ديالو يحكم في النوبه ديالو، كيتسمى انه مات باقي ملك وان بولينيس هو اللي غدر الاخ ديالو الملك. داكشي علاش خيون قال لهم هذا يتدفن وهذا ما يتدفنش. والدور ديال اونتيغون في المسرحيه كامله ان هدفن هذاك اللي ما تدفنش اللي هو بولينيس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الغيزومي. ندوزو دابا باش نشوفوا الكونترول ديليكتور. اللي باقي ما كليكاش على جنب كليكي عليها دابا، ما غتخسروا حتى شي حاجه فقط للتشجيع. اول سؤال، ا كيل مومون دو لا بيس سو تو لو برولوغ، اي لحظه في المسرحيه كيكون عندنا لو برولوغ. لو برولوغ سو تو او ديبي دو لا بيس، لو برولوغ كيكون في البدايه ديال المسرحيه فقط. اكوا سير سو برولوغ، علاش لايق لينا لو برولوغ؟ علاش خاصو يكون في المسرحيه؟ Le prologue sert à présenter les personnages et à informer le spectateur sur les événements. Le prologue d'or ديالو والهدف من انه يكون انه كيقدم لنا الشخصيات وكيخبر دوك المتفرجين كيخبرهم بالاحداث ديال القصه. Qui ont les parents d'Antigone؟ شكون هما الوالدين ديال اونتيغون؟ اوديب اي جوكاست، الاب ديالها هو اوديب والام ديالها هي جوكاست. كومون سونوم لي فخيغ اي سوغ دونتيغون، اشنو الاسماء ديال خوت والخواتات ديال اونتيغون اللي هي الشخصيه الرئيسيه ديالنا؟ عندها ختها وحده اللي هي اسمان وجوج الخوت ايثيوكل اي بولينيس اللي ماتوا قبل ما تبدا عندنا المسرحيه. كي كخيون بارابور ا اونتيغون، اشنو كيجي كخيون لاونتيغون؟ كخيون اي لونكل ماتيرنيل دونتيغون، كخيون هو الخال ديال اونتيغون.
دونك كاين فيل سو ديغول ليستوار، فين كيدورو، اشنو من مدينه كيدورو فيها الاحداث. لاكسيون سو ديغول ا تيب، الاحداث كدور في واحد البلاصه اللي سميتها تيب. كي ايلفي لي دو في دو ديب، شكون اللي ربى البنات بجوج ديال اوديب؟ من بعد ما اوديب عرف انه مجوج بالام ديالو، جوكاست عرفات انها مجوجه حتى هي بالابن ديالها والده منه، يعني كلشي تصدم. اوديب تقب عيني يبقى غادي حتى مات، وجوكاست حتى هي انتحرت. شكون اللي غادي يربي هاد الدريات بجوج اليوم؟ اونتيغونو اسمان لانوغيس المربيه. قبل ما تموت جوكاست وصات لانوغيس على البنات، عاد مشات انتحرت. بوركوا كخيون ايتيل دوفوني روا؟ علاش كخيون هو اللي ولا ملك؟ كار اوديب اي سي في سومور، يعني اوديب اللي هو لو روا دو تاب الحقيقي، يعني مات. مني مات حكموا الولاد ديالو اللي هما ايتيوكل وبولينيس. كيف عارفين حنا ان ايتيوكل حكم العام الاول، خاصو يحيد باش يخلي الاخ ديالو بولينيس يحكم، ما بغاش يخلي الاخ ديالو يحكم، مع انه الحرب على بعضياتهم. ماتوا الخوت بجوج، يعني مات الاب وماتوا الولاد ديالو، ما يمكنش يحكموا البنات. داكشي علاش كخيو ولا هو لو روا. دو كي كخيو ايتي لو ماري، يعني بيه من مجوج هاد كخيو هذا باوغيديس، يعني كخيو مجوج بواحد السيده اللي سميتها اوغيديس. حاولوا تضبطوا الكتابه ديال السميات باش ما تغلطوش نهار الامتحان الجاي ولا نهار الفرض، راه غلطتوا في السميه مشى لكم كلشي. سولون كيل اوردر لي بيرسوناج سونتيل بريزونتي، يعني على اي اعتبار تم تقديم ديال الشخصيات من طرف لو برولوغ؟ يعني واش لو برولوغ بدا لينا بالشخصيات الثانويه عاد داز لينا الشخصيات الاساسيه ولا العكس؟ دو بلو امبورطون او موا امبورطون، يعني لو برولوغ بدا لينا بالشخصيات المهمه وعاد انتقل لينا الشخصيات الاقل اهميه. يعني بدا بلا فامي رويال بوي لي زوتر، بدا بالعائله الملكيه كيقدم لينا في العائله الملكيه، من بعد عاد بدا كيقدم لينا في الشخصيات الاخرين. واول شخصيه تم التقديم ديالها هي اونتيغون، هي لو بيرسوناج برينسيبال. دو كيل بيرسوناج لو برولوغ انونستيل لا مور، شكون هما الشخصيات اللي اعلن لو برولوغ على الموت ديالهم؟ قال لنا راهم غيموتوا في لافان ديال لابيس، يعني حنا ما غاديش نتصدموا الا عرفنا هاد الشخصيات غادي يموتوا، واني كيفاش غيموتوا؟ هادشي هذا اللي غادي نعرفوا مع القراءه ديال المسرحيه. اول شخصيه قال لنا لو برولوغ غتموت هي اونتيغون، لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا اللي غادي تقج راسها بالخيوطه ديال الكسوه ديالها. ايمو الخطيب ديالها اللي غادي يخشي السيف في كرشو من بعد ما غادي يشوف الخطيبه ديالو ماتت. واوغيديس الام ديال ايمو والزوجه ديال كخيو غادي تقطع القرجوطه ديالها ملي غادي تعرف الولد ديالها الوحيد مات. كي بارمي لي فيس دو ديب اي دوفوني روا لو برومي، شكون من الاولاد ديال اوديب اللي هما ايثيوكل وبولينيس اللي ولا مالك على تاب اول مره؟ سي ايتيوكل، ايتيوكل هو اللي ولا مالك على تاب اول مره من بعد ما مات الاب ديالو اوديب. بوركوا ايتيوكل ايتيل دوفوني روا لو برومي، علاش ايتيوكل هو اللي حكم في العام الاول وما حكمش خوه بولينيس؟ سيتي ليني، حيت هو الكبير، يعني هو الكبير سبق وحكم تاب هو الاول، خاصو يسالي العام يحيد ويخلي الاخ ديالو بولينيس مني ما بغاش ناضت الحرب ما بين الخوت بجوج وماتوا. هادشي هذا اللي قال لنا لو برولوغ في لاسين الاولى. كون ليستواغ اتيل كومونسي سولون لو برولوغ، امتى بدات القصه على حساب ما قالينا لو برولوغ؟ ابخي لا مور دي دو فيس دو ديب، القصه بدات من بعد ما ماتوا الولاد بجوج ديال اوديب، يعني الخوت بجوج ديال اونتيغون مني ماتوا عاد بدات عندنا هاد القصه هادي. غراس اكوا كونيطون لو ديكور، كيفاش كنعرفوا الديكور ديال المسرحيه؟ حنا كنقراو في المسرحيه ولاني ما كنتفرجوش فيها، يعني كيفاش كنعرفوا لو ديكور؟ غراس او ديداسكالي، كيف شرحت لكم في ليكسيك دو تياتر الدور ديال لي ديداسكالي، انهم كيعطيونا بزاف ديال المعلومات، يعني الشخصيه كيفاش كتهضر، واش جلسات، واش وقفات، واش حركات يدها، واش دوات بالجد، واش دوات بشويه. هاد لي ديداسكالي الدور ديالهم مهم 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 بزاف في المسرحيه، كيخليونا نعيشوا مع داك لو ديالوج، يعني كيكونوا مكتوبين يا اما بين قوسين يا اما كيكونوا مكتوبين او نيطاليك بطريقه مختلفه على الكتابه باش مكتوب لو ديالوج. بوركوا لا غير اونتخ لي دو فيس دو ديب اتيل اكلاتي، علاش الحرب ناضت ما بين الاولاد بجوج ديال اوديب اللي هما ايتيوكل او بولينيس؟ كار ايتيوكل ا رفوزي دو سيدي لا بلاص ا سون فخيغ بولينيس، حيت ايتيوكل الاخ الاكبر رفض انه يخلي العرش للاخ ديالو الاخر بولينيس ويحكم النوبه ديالو. هي فاش ناضت الحرب ما بين الخوت بجوج وماتوا.
De quoi sera puni celui qui bravera l'ordre du roi? كيف شفنا احنا ان كخيون قال لهم ممنوع شي واحد يقرب الجثه ديال بولينيس اللي كاينه في الجرده واي واحد قرب ليها غادي يموت. Il sera apitoyablement puni de mort. اي واحد قرب الجثه ديال بولينيس غادي يتم يعني القتل ديالو غادي يموت بدون نقاش يعني العقاب ديالو هو الموت. Quel goût Emo et Ismen avaient-ils en commun? شنو الحاجة المشتركة اللي عزيزة على Emo وعزيزة على Ismen؟ La danse, الرقص, les jeux, الألعاب, le bonheur, السعادة, la réussite, النجاح. يعني Emo وإسمان كيتقاسموا واحد الحوايج اللي هما مشتركين وإني ما كيبغوش بعضياتهم. Emo كيبغي الأخت ديال إسمان اللي هي أنتيغون. Que fera Eurydice pendant toute la tragédie? ما غادي تلقاو حتى شي ديالوغ ديال أوريديس مع شي شخصيه وحده اخرى نهائيا. ولكن اش كانت كدير هاد أوريديس في اثناء هاد المسرحيه هادي؟ Elle tricotera pendant toute la tragédie, يعني المده ديال هاد المسرحيه كامله وهي باركه غير كتصوف في التريكوات وداكشي. Quel serait le rôle du messager? اشنا هو الدور ديال لو ميساجي؟ لو ميساجي هو المرسول. اشنا هو الدور ديالو؟ أنونسي لا موغ ديمو، غادي يعلن على الموت ديال إيمو. مني لو ميساجي غيبان لينا فوق الخشبة غنعرفو أوتوماتيكمو أن إيمو مات. ومادام إيمو مات إلا وسبقاتو الخطيبة ديالو أونتيغون، ولو ميساجي غيجي للقصر باش يقلب على أوغيديس ويبغي يخبرها بالموت ديال ولدها. ومني غتسيق هي الخبار غادي تمشي تقطع القرجوطة ديالها وغادي تموت وغيبقى خيون كيدور بوحدو هو وداك الخادم ديالو لو باج مع لي كارد وإسمان حتى هي غتبقى حية. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الغيزومي من هاد الكونترول اللي كتبتو. ولا عندكم اقتراحات كيفاش نخدم معكم لي زوطخ سان خليوها ليا في لي كومونتير. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.